القريه اللي انا احسبني حالي القريه اللي تجمع نجوم الاعلام قد جمعت من كل ديره وديره مقرها الواقع والاحلام قدام وناصر تالق والتالق مصيره طور مقر القريه وحقق احلام وخطه ثم ثبت الخطه وثبت مسيره لما مدين روح ياها ما كملتها كملها بكره واعلمكم اياها كل يوم كل يومين اربع ديات رابع اقول لك هزازي ارحب اول تشاور انا وابو سعيد ايه انا لازم استاجر واحد من المحلات دي اكيد كلهم من عندك شوف احنا هي اربعه احنا اربعه مين عندنا شوف واحد هي خمسه ثلاثه اربعه الخامس الخامس محمد انا بس دقيقه بس استاجر محلين لا محمد اليوم انا ابغى واحد انا بستاجر هذا الاول انا الثاني اللي بعدك لا لا انت اللي خلفك انا جارك يا حبيبي ايش انا الثاني خلاص انا بنصك انت خليك اخر واحد هناك هناك هنا ولا انت اقول لا لا تستاجر خليك هناك عند حارس حارس هنا طيب انتم ما سمعتوني انا بستاجر ليش؟ ليش؟ ابي حمضيات اوب 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 يعني واحد بخمسه حمضيات بارده كم كم؟ واحد بخمسه خمسه اسلم 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 في الحارب ثلاثة لا الحارب ستة على الطلب أكثر حار دي أيه الحمد لله مرغوبة الحارة ما تدري أسلم لو في الشتاء إيه فما يسبب التهاب وأنا أحسب إنه حياكم الله والله حياكم الله حبيبي يلا الجو حلو والله جو الشتاء ما مثل وجودك وجودك طبعا والله جو الشتاء حلوة أي والله شلون الحين في حر ما طلعنا في الحوش ها شلون الحين في حر ما في حر والله والله برا اقول شلون الحين في حر شلون لو الحين حن هلا 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 طيب ايش رايكم اسوي لكم تحليل شخصيه سويت امس بس البارح اي سوا فيك اي والله حلسه علمته بكل شيء كل لا هو ما علمني علمته ما علم اسمع بعطيكم الله يكرمكم كرم. خمس حيوانات رتبوها من الأفضل إلى الأسوأ بالنسبة لكم خمسة حيوانات حيوانات أيوة. بالنسبة لك أنت أيوة. رتبها من الأفضل إلى الأسوأ حلو تمام بقرة خروف نمر حصان خنزير رتبوها رتبوا أحسن واحد رتبوها وعرفوا ولا يحتاج تعلموني شوية تعلموني بس عرفوها قرة خروف حصان نمر خنزير طيب ليش تحط مبالة لخنزير رتبت حمار يكون أحسن خنزير ما في خير أرغى الخنزير حط حمار صدق هذه لا بس هذه دراسة جاي من جامعة بريطانية أنا ناقلها لكم ترجمة والله طيب انا رتبها لكم ترجمه ممتاز ممتاز طيب عارفين الترتيب عشان هي ثلاث اسئله بنروح للسؤال الثاني بعدين الثالث بعدين نختم ممتاز نبدا من الأسوأ لا 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 ما بشرط بس انكم تعرفوا اجوبتكم يلا طيب نروح للسؤال الثاني بعطيكم اربع كلمات طيب خلي جواب على خمسه عشان ما طيب جواب يلا جواب على خمسه عندك فواز عندي انا رتبت يلا اجاوب يعلمنا خروف حصان قرة نمر خنزير حلو عندك حصان نمر خروف بقرة خنزير كرمت طيب الحين بعطيكم اربع كلمات وصفوا لي كل كلمة اعطوني وصف لها بكلمة واحدة حلو يعني هي اربع كلمات احنا نوصفها في كلمه اي يعني كل كلمه منها وصفها بكلمه واحده حلو اربع جمل اربع كلمات اربع كلمات ايه وصفها بكلمه واحده كلمه واحده يا صراحه الكلب الله يكرمكم وش تسمونه وش توصف وش توصف الكلب فيه عرفوا وش وصفته لا تاثرون على بعض كل واحد وبخره انا جاوبت ما عليك ها جاوبت انا طيب القطو ممتاز عشان نروح اللي بعده ممتاز يا فواز ايه طيب الفار
ممتاز. البحر. البحر دقيقة. أعطونا وصف للبحر. ثالث ثالث. طيب. أخي حجر دقيقة. البحر. أوصف البحر إيش إيش يعني؟ أوصف في كلمة قال ما قالوا ما قال. لا تقدر كلمتين عادي. واحدة. كلمتين عادي بس أهم شيء لا تعدى كلمتين. أنا وصلت بس دبلوماسية. طب علمه. ممتاز. مبروك. ممتاز. الله. طيب الحين بعطيكم خمس ألوان. كل لون منهم. فاصل. أنا قطعتها. بتعلمهم الخمسة وبعدين تبدأ في الثاني يكون أحسن عشان ينسون. لا لا ما مشكلة. بعطيكم خمس ألوان. كل لون. اربطوه باسم شخص تعرفونه زين. حلو. شخص معنا ولا مو معنا؟ لا لا من اهلك من اصدقائك من اخوياك. المهم ان اللون ما تربط به شخصين. وان الشخص الواحد ما تربط بلونين. حلو؟ حلو. واضح الكلام؟ واضح. اصفر. حلو. طيب انا سميت شخص تدري ليش سميته؟ لاني نادي دايم صفيري. طيب برتقالي. شخص ولا جماد؟ شخص. شخص في شيء انا حط برتقالي. يلا سميت. طيب طيب احمر. أول ما يجي شخص على بالي يسميه. ممتاز. هذا مطلوب. أنا ما جاء عندي أحمر البرتقالي ذا ما جاء عندي أحد. لا لازم لازم نفكر. لو ننتظرك عادي. المشكلة أنسبه الشخص. إيه. ما بحد. ها؟ ما بحد. لو من القرية. فكر فكر إيه. لو من القرية. برا القرية. برا القرية. جماعة. أصحاب. يعني بس أحط الاسم كذا بس. ولا أنسبه الحاجة. هي لا. المشكلة خايف اني اكذب يعني اقول صديقي يلا أخوة. تمام حلو خلصت من البرتقالي والاحمر خلصتم نعم ابيض قبل الالوان قبل الالوان ها قبل الالوان وشو الحيوانات رحب لا ما علمت حي السلام السلام يقول يقول سلامي عليكم كل بيكم وكيف الحال؟ عساكم من صدوف الزمن ما تغربلتم. تغربلتم. ايش حالكم يا الربع؟ الظاهر ما بقى احد ما تغربل في الحياه، ها؟ ما بقى احد ما تغربل. ايش حالكم؟ بخير. عساكم بخير. الله يسلمك. استرع استرع انا ودي اسالكم. احنا في عرض صالح. يلا اهدا. طيب. دقيقة انت اخر شيء ايش قلت؟ ابيض. ابيض. دقيقة ابيض. ما اصبح حيوانات. ابيض ابيض سمعت. ممتاز. وش ابيض وقف عيد لعبني معكم على خير بس خلي اختم مع العيال وبرجع لك قبل احل لهم اخضر اخر واحد ترى الاخضر بعدها بنرجع لمحمد نعيد من البدايه نعطيه الاخضر اي فكروا على راحتكم اعرفوا اجاباتكم يا عيال الله الله طيب محمد بعطيك تبقى مرحب بعطيك خمس حيوانات الله يكرمك رتبها من الافضل الى الاسوء بالنسبه لك انت من الافضل للاسوء ايش يعني إيه؟ يعني رتبها ترتيب ترتيب انت تشوف وش تفضل وش تفضل ايه الافضل الافضل هي إيه؟ هي طيب هي بقره خروف حصان نمر خنزير الله يكرمكم ويكرم السامعين كريم رتبها من علمك بها ولا خلها بيني وبين خاطري انت رتبها بواحد واحد طيب علمنا علمنا عادي الاول الحصان الخنزير هذو خامس كذي هم خامسين منها ايه ايش عاد قره ويش قره والخنزير والخروف والحصان ثاني الخروف ها والنمر النمر ثم البقره ثم الخنزير ممتاز طيب بعطيك الحين اربع كلمات وصفها من الافضل لا عفوا وصفها بكلمة واحدة. حلو. كل كلمة توصفها بكلمة. أنا أعطيك الكلمة أنت توصفها. يلا.
كلب الله يكرمك. كلا نباحه هواج يعني كلامه. طيب. قطو. قطو. قطو ضعيف الله ما يعين له ما يكفي. فار. فار هذا والله ما نقدر إيش علمه في الحياة ولكن هي يدور للقس. فلسلوس. طيب. بحر. البحر هذا طال عمرك حياة لمن لأغلب البشر. يا سلام. قد ممكن عيشتهم من داخل البحر صح أبو؟ صحيح. من هالجيزان تعرف. طيب. سمك أبو. الحين بعطيك خمس ألوان. حلو. اربط كل لون بشخص. شخص تعرفه أنت. من الربع ولا من الربع؟ هم اللي قال هلا محمد حنا ما جاوب. ما جاوب. خلاص كملوا أجوبتكم كملوا اعرفوا. ترى دحين كل كلمة لها. إيه. أنت ما وصلت للنهاية. الخمس ألوان تربطها بشخص. كل لون بشخص. بشرط انك ما تكرر الاسماء مزبوط اول شيء اصفر اصفر ايه شخص من اخوياك من عائلتك كله مهدي عبد الله عشان يشجع النصر ممتاز برتقالي برتقالي هم اللي يشجع البرتقالي شاب مرجع ما يحب البرتقال بنحطه برتقالي يلا طيب احمر عرفت يلا أبيض مالك سنة أبيض ربطتها بشيء ثاني أيوة طيب أبيض أبيض أي قلب أبيض يعني على اللي من اللي عمل عيال قلبه أبيض والله ظاهرني اللي أعرفهم أغلبهم نص جباته ها جاوبتوا طيب أخضر أخضر ممتاز طيب الحين بنعطيكم التحليل انا بعلمكم وانتم بعرفوا كل واحد وش رتب يلا ابدا من ابو مسعيد ترتيبك وين حطيتها بقره هذا دليل على مكانه الحب في اولوياتك شوف انت وين حطيت الحب في اي مركز الولي حطها رابع اصبروا صوت الرابع هو مو بدري ان الحب عنده انا حاطه بعلم ترتيب اصبروا انا بعلمكم الاجوبه وانتم شو عندكم يلا اسلم ها كم النمر دليل على مكانه عزه النفس في اولوياتك الخروف عفوا البقره دليل على مكانه العمل في اولوياتك ايه هالعمل اي كل العمل نفتبه العمل عمل الله انك صادق الظاهر البقرة دليل على مكانة العمل في أولوياتك النمر دليل على مكانة عزة النفس في أولوياتك الخروف دليل على مكانة الحب في أولوياتك طلعت كم طلع خروف دوركم الأول أنا الحصان دليل على مكانة الأهل في أولوياتك أوه الأهل الأولي نازي الخنزير الله يكرمكم دليل على مكانة المال في أولوياتك كلكم حطيتم المال آخر شيء ولا همكم المال نعم ما جت بغدات به نعم يقول الفقر اقعد خلنا ما يرجع الطيب عن القمه اما الفقر ما يرجع الطيب عن القمه والمال مثل الردي يبغى من يهين بعض الرياجيل مثل الدلو في الجمه مطيح رفته ما هي في دين هذا الرجل طال عمره اسلم المال هل فعلا انه درجه خامسه عندك ايش ليش وجهت السؤال هذه انا ابسلك ذا قال جاوب وذا جاوب ابسلك بس انا ابسلك انا سالنا امس وجاوبته طيب بس احنا نبغى نعرف ذا الحين اي ذا الحين كلنا بنجاوب كلنا ايش اخترت امس نفس اختياركم وانت يا ابو والله المهم خنزير ايش حطيت اول خنزير لون لا لا لون ادري انه مال الاول لا والله حبيت الحصان انا الاول العائله العائله طيب بعدين انا بعلمك اجاباتي دقيقه اي اسلم انا اجاباتي طال عمرك حطيت الخروف اول شيء الحب اي ثم حطيت طال عمرك الحصان العائلة. إيه ثم حطيت النمر. عزة النفس. ثم البقرة. العمل. ثم. نمر خنزير. عن نجع عن إيش اسمه؟ إيه. طيب. الحين قلت لكم عطيتكم أربع كلمات توصفونها صح؟ أيوة. وصفك للكلب والله أنت الله يكرمك. أبغى لك وصي قبل حلت. بعدني طالبك تخليني. أسلم. أنا وصفت الكلب بالوفي. وصفت القطوب بالليف. وصفت الفار بالنجس. وصفت البحر. بشيار الهموم نفس كلامه وانت الله يكرمك الكلب نفس كلامه حلو ولا
البس فأليف وإيش اسمه إيش باقي الفار خبيث القمقم والبحر غدار غدار. طيب الرأي الله يجي لكم يجي للسامعين وصفك للكلب وأنتم تكرمون هو أقرب وصف لنظراتك لشخصيتك. فأنت تشوف نفسك وفي، أنت تشوف نفسك صديق، أنت تشوف نفسك شرس، فأنت تشوف زي كذا حسب ما وصفت أنت تشوف نفسك. مو بشرط الناس يشوفونك ولا ما يشوفونك، يعني هذه نظرتك لنفسك. أبو بمرجع أنا والله تعكر أغلط على عمري تكرم والله يا بمرجع تكرم. أنا سبق داني على لا لا صدق أكره ذاك كائن ما أدناه والله كائن ما أدناه والله قصاد إيه اللي ما تحبه في ذا الزمن اجلغه اجلغه. حبيبي وصفك للقط هو يره لو دريت كان حطيت الكلب اطلق واعد بالعالم. يا اخي سبحان الله تحس ان ارحب ارحب السلام هيا الله يعافيك. اركض اركض يا ولد اركض اركض الله خطر اخوي عامر اركض اركض. جبت العسل جبت العسل جبت العريكه فانا اعلم جبت مرق ازرق. وصفك للقط هو اقرب وصف لشريك حياتك او اللي انت تتمناه يكون في شريك حياتك. قلت مسكين انا قلت عقب مسكين. طيب وصفك للفار من هني الباب مفتوح دفه مفتوح هذه كلامه يا ولد والله اللي يحب كلامه انا احكام فنانة جيت العمود تسلم. مسكر قل له من طرف فواز بيفتح لك ما عليك. ايوه وصفك للفار هو اقرب وصف لاعدائك. يقمقمون والله انا صدق يقمقمون الاعداء. انا قلت لك طيب وصفك للبحر شيال هو اقرب وصف لحياتك. يعني انا شيال هموم ولا كيف؟ يعني حياتك غداره يا شهران؟ ايش قال الجيزان؟ انت يا ابو قاعد تقول ايش قول انت فعلا؟ خاطر وسيء تفضل تفضل يعني اي تفضل وانا وش ما اقول؟ هذا مدفن نسيت نسيت الحياه اللي هي ايش؟ الحياه حياة حياة ايش ايش تفسيره هو الحياة ايش الحياة طيب الحين انا اللي شايل همي وش الالوان هو هو الحياة انا اللي سميت انا ايش ايش اللي بتوصل البحر طيب ايش اللي احس شفته في عيشه حياة لبعض الاشخاص والاغلب الاشخاص صح السمك هذا في سمك في اغلب اغلب مثلا الناس اللي على البحار ما عاش الا من خير البحر أما سمك أما قوارب أما شيء أما صح؟ صحيح أسلم عطنا الألوان قال سالم. طيب الألوان الأصفر كم هدي عدد أقول سميتها اللي يقدر يقول اسم اللي يوصفه أنا قلت الأصفر قلت نواف دعار. طيب دقيقة خلونا على اللون تقدر تقول؟ ايه حسب لا خلنا نشوف ايش وضعه ايش صفاته لا لازم نعرف ايه عشان ما عندنا عليهم يزعلون والله وقع يزعلون من عليه من الحلم قول بانه عقب ثلاث شهور مهدي عبد الله. طيب الاصفر دليل على شخص من الممكن نسيانه. هذا ولد عمته النسيان يا الربع ترى ادعوا من في دي انا ادعوا دراسه انا اقرها لكم تكفى عن النزاع ماشي شيء تحت البرتقالي قالي نايف 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 حمود على بالخير من المنبر تقدر تقول اسمه بعطط بعطط انا قلت بعطط البرتقالي ها اسلم سعد بن ناصر سعد بن ناصر البرتقالي دليل على شخص تربطك به صداقه عميقه هذا بزي ما هو بزي اشهد بالله السلام ارحب الله حي عطنا الالوان والله بيخرب علينا قبل لي عجل عجل صبع احمر 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 الاحمر دليل على شخص يربطك به حب عميق حلو الابيض الابيض دليل على شخص حبي الله حيه طيب ارحب شوي 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 تكسر والله ظني تكسر بسميه على
شاكر شو العلوم؟ الله يعافيك، كيف الحال؟ اوه لا تقول الاخير. الله يحيي الباك. اننا هذول اللي مسينين في القريه قايمين من الساعه 7 الصبح. عيه ما؟ 8 ولا متى؟ صايمين صايمين ترى. 57 دقيقه. 50 8 الا 10. يا ولد الرضا شيبان انتم. ها؟ شيبان. انتم جلسنا هناك مزينا لنا قص. صايمين؟ تسحرنا الساعه 3. قصوا منا مو القص اللي تقوله امس. القص القرص الجنبي. عليكم قضاء ولا دق حطاب؟ لا سنه. سنه جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. لا في اثنين صايمين اثنين لا والله ظني ما فيكم صايم وجيكم وجينا مدورينها ايش حالك؟ الله يعافيك انت سار للرياض قريب قريب والله نعم كيف الحياه؟ الحياه ما لها شكل حياه ثقه عطاها الله يكرمك الحيوانات بس لا تعطيه للوالده عطاها الحيوان شو الحيوانات؟ ابي اعلمك الرجال امانه الله تعطيه اياها بس كب الالوان وذيك نبغى ذي خلنا نشوف تحليله يبغى يحلل شخصيتك يحلل شخصيته هو والله بيتعب والله في دراسه دراسه والله ابر مخه كفر لازم اول شيء احلل يدك اليمين ثم بعدين اخذك اكل يوم شخصيات انا شخصيات اسمع يا بشريات سب سم الله يعدوك بعطيك راح يكرمك 5 حيوانات رتبها من الافضل الى الاسوء بالنسبه لك انت تعطيني هذا الحين عطاء ولا وش ما بعطلك الحين ايه بقرة خروف خنزير حول حصان نمر رجل هونا ما عاد بيقدر عطى هونا مقبوط وموفرة رتبهم ثم ردهم يا رجال ما يبي لها ترتيب لا رتبهم من الافضل اولها وشي هو انت يقول لك رتبهم من الافضل تشوف انها افضل شيء ترتب افضل واحد بالنسبه لك واسوء واحد اول شيء الافضل اخر شيء الاسوء انا ما ضيعته طيب خروف بقره حصان نمر خنزير طب ما ودك الخنزير ذا تشله تطرده مره واحده حطها الاخير خنزير ما يصلح خلاص حطها الاخير حطها اللي تبي تحطها اول شيء طعمك فيها لبن فيها اطال عمرك علوم الزارت كلها لبن زبد سلام انكسر ولا يجيب شاكوش فيها لبن من سالفة ابو شريان طاح طاري الخنزير ويطايها هاي يذيبك البقرة طعمك علومها طيبة طعمك لبن تعطف حول الخارج وتخبط الخليج كله هذه بركتها والله طيب ارحب مرحبا سبع طعمك خارج طعم ارحب كانت يا الرب طيبين مشان صحتك يطول عمرك قلوبكم احفاظ الله يطول عمرك ما شاء الله الله حي شاكلكم راقدين نوم تنزين تقول صادق انا من صبح قايمين الساعه 7 7:50 وذا 51 تعالون ما شاء الله تبارك الله تسلم تعاطف حول الخارج تخبز الخليج كله او العرب العربيه تقول هذه يعني يعني الاولى لبن حليب زبادي يعني حلو ماك توصف لنا عطنا الاول كلش كل شيء فيها وش بعد عدوا حلو هي الاولى هذه الاولى طيب اثنين الخروف حلو بلحم ومزارع ممتاز ثلاثه ركز ثلاثه وش هي الله يعطيك الحصان حصان ركوبه ممتاز يعني طعامك وسيله تنقل اذا ما عندك وسيله تنقل تنفع اربعه وش النمر النمر وخنزير باقي الخنزير الاخير النمر والله النمر يا ولد هم زوهم عضو ما ادري ايش اسوي به مثل الدجاج حطها قوم قوم مثل الدجاج الا بس دقيقه لحم ولا 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 دجاج دجاج ولا لحم لا هو لحم رد السؤال عليه الله حيو ارحبوا الله حيو كل حال غير موقعنا غير موقعنا غير موقعنا بصركم خلينا نحل وسع ما ودك غير المجلس عشان توسع ما في الا مجلس ندخل مجلس ولا نروح هناك لا المجلس راح المجلس 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 خلها بالليل عشان ندفع حق التهتيه حلو الله يعافيك كيف انت طيبين ترى كيف انت عند راس لمطه فيك والله طيب والله ما شاء الله عليكم يا اخوي المواجر كيف تردون يا ولد انا تلخبط ترى ترى قد كيف الحال عساك طيب كيف الحال كيف الحال عساك طيب كيف الحال ترد عليك كيف الحال خلاص انت بدمي انا يا شيخ كيف الحال مش بيحتي ها؟ قول مني كيف الحال؟ كيف الحال؟ تمام
خلاص كيف الحال؟ بس انكم تعطونها 10 مرات كيف الحال؟ شوف شوف يا الربع هذه القرص اثار القرص